السلام عليكم. السلام عليكم متتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بواحد الفيديو جديد اللي هو تحدي للمرة الثانية. اليوم غنعاودوا التحدي مع المتتبعين ديالنا، مع العريسة ام حليمة، مع ولاد ام حليمة، ومع ام حليمة وبا محمد. ان شاء الله نتمنى هذه المرة يتخالفوا ليكم في شنو كان؟ مع من كتظني غتجي؟ وانا مع من الخرشف. اولو كيحابوا من مول الخرشف. معوال ولا كيخاف منه كل شيء، تيقول لك ربما غايديني تطلع وثاني ما نجيبهاش. وللاسف المتتبعين الا جيت انا مع حسن راه ما غتقبلش، غنعاودو سميتو. المهم خصنا نتخافو هاد المره، غنديرو لي كوبل متخافين. يعني ممكن الحسن يجي مع تيتيش، ممكن ياسين معايا، ممكن حفصه مع حسن. المهم الحسن غادي يشرح لكم اكثر على هاد المسابقه الثانيه ان شاء الله. نتمنى تكونوا واجدين لي لايك باش تشجعونا ان شاء الله يا ربي. واكيد انا الا جيت مع مول المعوال كنتمنى من المشاهدين عندي وانا وحسن. هو تبارك الله فيه جد غيحيد نص القناري، انا غنحيد بزاف القناري والله. الا المتتبعين اللي ربحنا من هذه المسابقه هو حب المتتبعين لقناه محبوبه، للعرايسات ولاد ام حليمه ولام حليمه. يعني تعاليقكم كلها قريناها، كلها زوينه، الله يخطيكم علينا يا اغلى متتبعين في الدنيا. ونتمنى ان شاء الله ديما نكونوا معاكم هكا وانتم معنا هكا. الحسن اللي غيشرح لهم. انا جيت مع المول الخشبه نختار هذيك البوبه. انا ما غاديش نعطي الكلمه، غادي حصا وسيتي راهم فاهمين القانون المسابقه هما اللي غيختاروا. غنبداو على بركه الله. ولاني ملي غنبداو انت غتفهمهم اكثر اكثر باش ما نطيحوش في نفس الخطا. ياك المتتبعين غادي نحاول ان شاء الله نشرحوا المتتبعين. وبعدا بغينا يقولوا لنا كي جيناكم الزيت ديال اختي الاميره الفاسيه اللي بصراحه ما شاء الله زينتنا النهار هذا في هذه المسابقه الزيت ديالها اللي طلعنا ما شاء الله يا قوتات. ودابا ان شاء الله واللي بغى يتعرف على الخياطه ديال ام اميره الفاسيه اكثر واكثر غدخلوا للقناه ديالها وغتلقاو نيت عريسه ام حليمه بالزي ديال اختي فاطمه. اجي اختي فاطمه غتلقاو لابسين الزي يعني اللي كتعرضوا في هذا رمضان والعيد ان شاء الله. ونتمنى تشجعوها في هذا المشروع ديالها الجديد ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله دابا القانون المسابقه، ودابا المتتبعين غندوزو لكم قانون المسابقه. هنايا دابا عندنا في هذه الصنيديقات الاسماء ديال الرجال، وهنا ديال العيالات، وهنا الارقام شكون اللي جاي النهار الاول، شكون يجي الثاني، وشكون الثالث، وشكون الرابع، وهي غاديه. كنظن باللي راه فهمتوا المتتبعين كما فهمت. وهنا كاين لي كوبل اللي هما ضيوف الشرف كما قلت، بحال السعديه وكوثر، خالتي حليمه وسميتها خالتي حليمه وهدى. مهم هما اللي كاينين هنايا. دابا غادي نبداو غنخربق هادشي للبنات، وحده تهز لي منا وحده من هنا، ويهزوا رقم من الوسط. صافي انت خويا دابا انا غنربج لهم هادشي. اوقفوا تفرجوا رزقكم معايا، انتوا وقفوا شو معمل غتجيو. ناني 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 شو الوايده تيتي شكون كيطلع؟ وانا غنهز واحد من الوسط. وريا تيتي واش دابا حلا؟ ناني 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 شكون؟ وريني المتتبعين. مالا تيتي ام حليمه. يلا دابا حفصه غتجي. اليوم من غتجي دابا ام حليمه طباخ محبوبه تي في ولا الوالده؟ ام حليمه. لا ام حليمه طباخ محبوبه تي في. ام حليمه. ام حليمه ماما. ايوا انا خليوني التاليه وليداتي. انا الاولى ان شاء الله بلا قناع. مازال ما عرفناش امي واش انت غطيبي الاولى ولا الثانيه ولا دابا؟ انا يلا ياسين. واه يا الوالدة الله يسمع عليك. ولا 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 ولا
هو الوالا ايوا الوالا واه نهار الاول جيتو الاولى ونهار الاول صافي واقيلا شفتو الوالده ضروري ضروري ربعكم ودابا غادي ندوزو للكوبر الثاني يا شوف شكون اللي غايجي تمايا يلاه حدا تهز من هنا صافي حفصه هزي من هنا لك واحد داخل من هاي ردي ولا راني شكلاتي انت شنو شنو باينه هي شنو رشيده رشيده شكون؟ شاركوا مع المتتبعين محسن انشاء حفصة الرقم حفصة هي ومن ومحسن اشوف علي محسن شكون اللي بقى دابا هنا تيتي شو رشيدة وحفصة شكون اللي بقى هنا راو لي كوبل الضيوف ديالنا شكون اللي بقى كاع
السعوديه وكوثر المراكشيه طباخة محبوبة وهدى. يلا المتتبعين كاك يلا هزي حصه وحده. انا المتتبعين ما دخلتش في المسابقه على ود القفاط. يلا نمشي نخدم. يلا نمشي نخدم. داكشي الله يعطيك الصحه. فاطمه ما كاينه في المسابقه شي؟ لا ما كايناش. ما دخلاتش فاطمه في المسابقه. شكرا. سعديه شانيل. سعديه شانيل طباخة محبوبة تاني. حليمة حليمة ثلاثة. مرانا مرايا مرا حسن ولا ادريسيا هو الخشف. ناري 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 ناري. شكون اللي باقي اخر؟ ودابا باقيين جوج باينين. زادوا وريهم لنا ما تحرقوش الكواليس. اختار المراكشيه. زاد هادي لاله هدى. انا شوف رشيدة قبل حفصة. برافو عليكم. ويلي 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 ناري 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 تيتيش ولينا عديها انصاف. انا راضية على يعني كي كيقولوا لا المرادف ديالي المرادف ديالي والحسن ان شاء الله في هذه المسابقة. كنتمنى يوقف معايا ونديوها ان شاء الله يا رب. رشيدة اش كتقولي؟ صراحة انا والله الا راضية بعمي انه يكون معايا في القرعة. انا عارفة عمي عنده ما يقول في الشهوات وان شاء الله غادي حتى حنا غادي المهم غنتنافسوا انا وعمي غنتنافسوا. انا غندير لكم لي لايك ياكي. لا تنساوناش المتتبعين حنا في النهار الخامس من المسابقة. نتمنى تشجعونا اكثر واكثر وتشجعوا كاع المجموعة كلها يعني اللي داها فينا. راه الهدف ديالنا واضح بلا ما يعني راه شرحناه. دابا المشكلة صافي كاين حصا. انا نفسي محسن غنبلبلوها. قالك انت اللي زهر عليا لا حصاب انا سمعت لها حصاب لله العادل. ياسين انا من جلس وحدايا نقول له عطينا غير النكات. واش راسك الوليد دابا الحاجه اللي كاينه ياسين الحاجه اللي كاينه واش غنديروا 150 درهم واش نديروا 200 درهم؟ اخويا دير 200 درهم. لا 200 درهم صافي غنديروا 200 درهم ورقه كل كوبري غنمشي تسوق الواليده واش نجيب اللي بغا. ودابا انا وياك الواليده جينا لك دابا اللي عاوننا. ايوا نمشي انا وياك اودي مشي انا وياك نقطر بالقوله. انت شغلك ساهل داكشي نمشي غنخلع. انا معاك كرنينا. شنو ام حليمه؟ راضيه بالسعديه. كاك ام حليمه وين ام حليمه؟ سلام ام حليمه. شوف تخرج بلي ما صدقش راجل غنشوفو مع هذيك القوله ما يصدقش. شنو حسن؟ قلت لها شو هو الخرج ما صدقش راجل شو مع الخبيزه اللي ما كان خير. هاك الشيء اللي كاين والله العظيم. تحيه للمشاهدين الناس اللي من باب الضحيه يكون باب التشجيع كذلك ومن باب يعني الانسان باش اللي بغى يعاون خو. حنا هذه المسابقه الا من اجل باش نعاونوا بها الناس وصافي هادشي. والحاجه اللي كاينه هي ان كما خرجنا واحد القسط ديال المال للفقراء وهذا الشيء اللي اتفقنا عليه في العائله حتى هذه المسابقه غنخرجوا فيها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. دابا احسن شحال دابا كاينين ديال لي كوبل؟ سبعه. سبعه ديال لي كوبل. ويلي ويلي غتكون مسابقه حاره هذه المره. مزيان ما فقتوا لي كوبل حصا. دابا تشجعي راسك ولا تشجعي راسك؟ على تشجعي راسي. جاي محسن دابا الولاد. يا هكا ما يدخلش عندنا الكوزينه. لا والو خرجوا عليا. حصه صفات عليكم حصه صافي. دابا انا ومحسن كنقول لك النشاط. والله غادي نجاوب لي انا قلت لكم قابل دوك صحاب اللي كيطيبوا في قسم القنوات غادي يجيب لك شي شهيوه خطيره. وي والله هو مني معك حصه دايها صافي. هي فيها 200 درهم. ماشي مشكل. 200 درهم لكل كوبل. محسن. انا الدواره وقع لي غتفكرني انا. انا وياك غندير شي حاجه سبيسيال. صافي برافو عليكم. انا مخنوق من الزكري دي. 4000 ريال تسير بها في الفطور ديالك. ولكن دابا نتوما كثير كي غادي انا نشربكم العصير كي غنديروا. شوف لك دير ماجي ماكس. دير ماجي ماكس بدراهم. دير كريدي مع مول الحانوت.
عصير زيد فيه الماء. يلا المهم المتسبعين الكرام. والله الا عمي كما كنعرفوا راه تيعرف يشطر فين ما مشى راه يجيب راسه. هذه المهم المتسبعين يكونوا على بال حاضر يعلم الغايب. ما كاين غير يعطيك صحيحتك ان شاء الله. يعني الفرصه الرابعه اللي غادي تجي ان شاء الله نتمنى تكون في الحلقه وديروا لنا جام انا والحسن ان شاء الله يا ربي. يلا المهم نكونوا على بال ومع السلامه الى الفيديو المقبل ان شاء الله يا ربي. سياسين مع السلامه، باي باي عليكم.